صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يشترط التتابع في كفارة في صيام كفارة اليمين؟ يقول أحسن الله إليكم: هل يشترط التتابع في صيام كفارة اليمين؟ الله جل وعلا لم يذكر التتابع فيها، صيام ثلاثة أيام، من لم يستطع فصيام ثلاثة أيام، ولم يشترط التتابع فيجوز التفرق التفريق. ولكن ورد في قراءة صيام ثلاثة أيام متتابعات، لكن القراءة لم تثبت. نعم.